خلونا نرجع لأخبارنا ومواضيعنا العربية ومواضيعنا الدولية. خلونا نتكلم على الجلسة الخاصة اللي عقدت في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو، ده للتصدي لدعم وتمويل قطر تحديدا للإرهاب وضرورة خلق حشد دولي من أجل وقف العمليات الإرهابية ومتابعة مصادر تمويلها. المؤتمر شارك فيه حوالي 40 سفير بيمثلوا دول من الاتحاد الأوروبي، دول أجنبية أخرى، وعدد من الوفود والمنظمات السياسية في العالم، وفي مقدمتها وفد الدبلوماسية العربية وعدد من البرلمانيين. في هذا المؤتمر ناقش مجموعة من سفراء الدول الحوادث الإرهابية الأخيرة في أوروبا ونتائج التحقيقات اللي أشارت لإيه؟ لوجود شبهات وأدلة قوية عن ضلوع قطر في حادث الدهس الإرهابي الأخير في برشلونة، ودور قطر في نشر الفكر الإرهابي في عدد من العواصم الأوروبية. وبتطالب توصيات المؤتمر الدول الأوروبية أولا بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين دول أوروبا ودولة قطر، وتوقيف أمير قطر ورموز وقادة النظام القطري، ومن بين التوصيات تجميد أموال واستثمارات قطر في العالم لمنع استغلالها كغطاء لدعم وتمويل العمليات الإرهابية، وتخصيص جزء منها لدعم عمليات إيه بقى؟ العكس، مكافحة الإرهاب وتعويض الشعوب والدول المتضررة من الإرهاب القطري للأسف الشديد في كل من سوريا والعراق وليبيا ومصر وغيرها من دول العالم، وضرورة تشكيل المحكمة الجنائية الأوروبية لمحاكمة قادة قطر بتهم دعم وتمويل الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإثارة الصراعات والحروب في عدد من دول العالم. أيضا ناقشوا مسألة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية لإرغام قطر على التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب. في نهاية المؤتمر أعلنت أمانة هذا المؤتمر إنشاء الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر، ده المسمى بالمناسبة، يعني ده مش اختراع لا القناة ولا البرنامج ولا اختراع مانشيت في جورنال، ده توصيات المؤتمر. طيب عايز وإحنا بنتكلم على ده ما نتركوش ونقعد نفكر كويس، هل نظام الحكم في قطر قادر يستوعب مغبة أفعاله؟ طيب هل نظام الحكم في قطر قادر يستوعب أنه من يتضرر هو جموع الشعب القطري الشقيق، هذا الشعب اللطيف الظريف المضياف بالمناسبة جدا اللي بيحترم كافة الشعوب العربية ويعاملها معاملة أكتر من رائعة؟ هنا بنتكلم على شعب مفيش بيننا وبينه أي عداوة ولا هيبقى فيه بيننا وبينه عداوة، بالعكس. لكن هنا بتطرح نفس السؤال على الشعب القطري اللي لحد دلوقتي قد يكون ما عندوش ضرر مباشر مما تفعله سدة الحكم، لكن وعندما يستشعر الشعب القطري ضررا أو ألما اقتصاديا إذا صح التعبير، هيبقى ردهم إيه وهيبقى طريقة تصرفهم إيه أمام قصر الحكم في قطر، تحديدا أمام الأمير تميم بصفته الحاكم الحالي، أو حتى علاقتهم اللي ممكن تبقى فيها علاقة أبوية ما بينهم وما بين الأمير الأب الأمير حمد، أو شخص زي حمد بن جاسم على سبيل المثال. يجي هنا السؤال، هل هيقف القطريين صامتين أمام كل ده في ظل تعنت وعند وغي لدى قصر الحكم القطري؟ هنا الدعوة مش لأجل ثورة في قطر على الإطلاق، والله العظيم أبدا، بحلف بوالله أبدا. المسألة كلها لماذا لا يشكل ضغط شعبي، مجرد ضغط، طلب خلق حوار ما بين دائرة الحكم وما بين المجتمع القطري؟ لماذا لا تنشأ جماعة ضغط سياسي؟ ويجي سؤال بعدها، وهو نظام الحكم في قطر هيسمح بأنه يبقى فيه جماعة ضغط سياسي داخل قطر؟ هيسمح بده؟ طيب يعني صاحب السمو الأمير تميم الذي طالما الحقيقة يملأ أذننا فقط ولا يملأ عقولنا للأسف الشديد بأنه قطر مدافعة عن الحرية والديمقراطية في المنطقة بل والعالم، عنده مساحة وقدرة قل وشجاعة بأنه يسمح بوجود جماعات ضغط سياسي في قطر؟ طب أحزاب معارضة في شكل سياسي مكتمل، حزب معارض، حزب
طالع شايف انه لا ضرورة لوجود الامير تميم في الحكم مثلا، او حزب سياسي عنده رؤية ما في خلق حوار عربي قطري، او تصفير المشاكل ما بين قطر وجيرانها في الخليج ومن ثم جيرانها العرب بشكل عام. هل تاني صاحب السمو الامير تميم عنده هذه القدرة وشجاعة الرجال ليسمح بوجود هذا الحزب، هذه المؤسسة؟ طب يا عم يوسف انت بتقول كلام فاضي ولا ايه؟ اذا كان الامير تميم ورجاله في الداخل وفي الخارج بيهاجموا معارضة قطر في الخارج وبيطردوهم في كل مكان زي ما كنت بقول امبارح، لدرجة ان المعارضة مش عارفة تعلن عن ميعاد ومكان اجتماعها في انجلترا، درجة انا بدأت اظن ان هم هيعملوا الاجتماع بره انجلترا اصلا الى هذا الحد. فهنا يجي السؤال، اين المدافع الاول عن الديمقراطية في المنطقة صاحب السمو الامير تميم امير قطر؟ اطلع قول انه يا جماعة احنا دلوقتي لقينا انه احنا نحن نخطب بخطاب يحمل مكاييل مزدوجة ويحمل معايير مزدوجة، نحن نتحدث عن الحرية والديمقراطية، خطاب ظريف لطيف زي اللي بيقولهم، او يطلع في برنامج من برامج سي ان ان التي اعتاد ان يظهر فيها، يطلع مع كريستيان امانبور ويقول الحقيقة ان احنا واخدين قرار دلوقتي ان احنا هندعو الشعب القطري لتشكيل احزاب وجماعات معارضة ان ارادوا، وهنسمح بوجود مطبوعة تصدر من داخل قطر تعارض النظام إن شاءت. إحنا نظام ديمقراطي، ما عندناش تداول ديمقراطي، الحكم دي قصة تانية، لكن على الأقل إحنا هنبدأ ناخد خطوة نحو الديمقراطية والحرية. يعني أتمنى إذا كان حد من أهالينا وأشقائنا القطريين سامع ما ياخدوش الكلام بأي إحساس بالإساءة إطلاقا، على العكس تاني بأكد والله العظيم نحن نعلم جيدا قد ايه انتوا شعب محب ومضياف ومحترم. ففعلا احنا بس عندنا مشكلة انه الامير الحاكم في بلادكم يتحدث بحديث يتدخل به في شؤون دول الخليج العربي وشؤون الدول العربية بل وشؤون دول خارج المنطقة بحجة انه رجل يتحدث ويدعو ويدعم الديمقراطية والحرية. طيب اكيد يعني يا سيدي هنفترض انه في 10,000 قطري، مش عاجبهم اللي بلاش 5,000 قطري من نص مليون تقريبا، تعداد قطر نص مليون المواطنين، يعني هنفترض انه 5,000 بيقولوا والله يا جماعة احنا مش عاجبنا اللي بيحصل، طب ما تسيبهم يطلعوا يتكلموا على قناة الجزيرة بتاعت الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة والمساواة، اخبارهم تنتقل او تنقل عبر وكالة الانباء القطرية، تقدر تفرد لهم مساحات للحوار والحديث في المطبوعات القطرية الصادرة من داخل قطر، من حقهم ان هم يعملوا مطبوعة معارضة ان ارادوا، تشكيل حزب، اسمح بتشكيل احزاب، اطلع كده قول يا جماعة احنا هنعمل قانون لتشكيل الاحزاب في قطر، اطلع قول ان كان الحكم في قطر يمتلك شجاعة يطلع يقول احنا هنعمل قانون يتيح حرية انشاء الاحزاب بالاختار زي اللي عندنا كده، والا ما تجيبش سيرة مصر خالص، تحديدا ما تجيبش سيرة مصر نهائي نهائي. اللي عاوز يزايد يجي عندنا ويورينا شطارته، عاملين بالظبط نفس النموذج التركي، يا نهار اسود تتكلم على الحرية وانت بتعتقل 100,000 بني ادم بجرة ألم في اسبوع يا مؤمن؟ ايه ده؟ الرئيس المؤمن رجب طيب اردوغان خليفة خلفاء المسلمين باعث نهضة تركيا الحديثة باني السلطنة في شكلها الجديد، رجل ديمقراطي، الامير تميم ديمقراطي، ده رأيه بقى احنا هنا